لأنك حبيبتي وحلمي اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينساه، ودايما يفكرني بيك الغياب، ودايما يفكرني بيك الغياب. كل ما بقدر يوم انساك برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشانك، رد يا بغل طلع عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكرني بيك الغياب، لانك حبيبي وحلم اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكر بيك الغياب. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور عمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور عمري يفوت، تعبنا بقدر يوم انساك، برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشان، راضي يا ابو قلبي انه معاك. عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله احسن شويه. ما قلتش للبوليس مين اللي ضربك؟ انا ما اعرفش مين اللي ضربني يعني. يعني هي ملهاش علاقه بالموضوع ده؟ هي مين؟ جميله. ليه بقى بتقول كده؟ في الريسبشن ادوني تليفونك عليه 8 ميس كول منها.
اظن دلوقتي تقدر تقولي اللي ما قلتوش للظابط. يا بابا صدقني انا كل اللي اعرفه قلته للظابط، يعني لو في حاجه تانية كنت قلتها. اوكي ارتاح دلوقتي يا حبيبي ونتكلم بعدين. معقول يا ادم؟ ده انت لو خبيت عن الدنيا كلها مش هتخبي عني انا بالذات. يا ابني عشان خاطر ريحني قول لي بس مين اللي عمل فيك كده؟ هو شوف مين. جميلة؟ مش معقولة؟ صباح الخير. صباح النور يا حبيبتي، ازيك انت؟ الحمد لله، انا جاية اطمن على ادم. ومالها حبيبتي؟ اتفضلي اتفضلي. يا اهلا وسهلا. ما تتخضيش، انا دلوقتي احسن من الاول بكتير. انا هسيبكم مع بعض براحتكم، يمكن يقولك على اللي مش عايز يقولهولي. على اذنك. اقعد يا جميلة. ايه بقى الحاجة اللي انت مش عايز تقولها له؟ عايزين يعرفوا مين اللي عمل فيها كده. مين؟ خالد ابن عمك. انت عرفت منين؟ واحد فيهم قال لي عشان تحرم تمد ايدك على اسيادك، وانا ما مديتش ايدي غير على خالد. يبقى اكيد هما شويه الصيعه اللي ملموم عليهم من ساعه ما جينا من اسكندريه. وجري عليهم عشان ياخدوا الطاره مني. انا السبب في كل اللي حصل. ما تقوليش كده يا جميله. طب انت اتهمت خالد في المحضر؟ لا، حبيتش اعمل لك مشكله جديده. انا اللي عامله لك مشاكل انت مالكش ذنب فيها. انا دلوقتي ما بفكرش غير في مشكلتك وبس. بعد اللي حصل ده لازم تسيبي بيت عمك وبسرعه كمان. الاوضه في اخر الطرقه تقريبا. زحمه قوي المستشفى دي يا بابا. ما قلت لك يا حبيبتي مفيش داعي تنزلي، انت تعبانه قوي كده. لا ما كانش ينفع، كان لازم اطمن عليه بنفسي. وقفتي كده ليه؟ انت تعرفي البنت دي؟ لا دكتور فؤاد. اهلا يا حبيبي. المستشفى نورت، فين ايامك يا دكتور؟ ان شاء الله الايام دي تبقى احسن. طب اي خدمه قدمت سعادتك؟ لا لا، انا جاي زياره هنا سريعه وماشي على طول. يلا سلام عليكم. شكرا، مع السلامه. مع السلامه. يا انسه فاضلك لحظة واحدة. معلش أنا بشبه عليكي أوي. يبقى أكيد حضرتك كنت تعرف ماما. مين مامتك؟ هي كانت ممرضة في المستشفى دي، كان اسمها فاطمة. أنت جميلة. أيوة، مين حضرتك؟ أنا الدكتور فؤاد، كنت مدير المستشفى دي. والدك الله يرحمه كان أعز أصحابي. الله يرحمه. كنت فين من زمان يا جميلة؟ كنت بدور عليكي. أنا لسه جاية من اسكندرية من حوالي سنة وقاعدة دلوقتي في أكتوبر مع عمي. ويا ترى إيه اللي جابك النهاردة المستشفى؟ طنط بيلا كلمتني وقالت لي إنه آدم محجوز هنا. هي كلمتني أنا كمان، وأنا جاي عشان أطمن عليه. يبقى أكيد لينا نصيب نشوف بعض. أكيد، أنا مبسوط أوي إني شفتك، ومش حاسة إن المرة الجاية أقابلك صدفة كده. بصي، أدي الكارت بتاعي
في عنوان العيادة وكل أرقام تليفوناتي. مستني تكلميني في أي وقت. في كلام كتير أوي عايز أقوله لك على قد السنين اللي فاتت اللي ما جبتيش فيها عن دماغي لحظة واحدة، لا أنت ولا باباكي ولا مامتك الله يرحمهم. مع السلامة حبيبتي. مع السلامة. هو الدكتور قال لكم إيه؟ الدكتور قال إن لازم الراحة وما يقومش من السرير ده قبل يومين. دكتور نهى قال لها نفس الكلام بس هي أصرت تجيب نفسها عشان تطمن على ده. ربنا يخليهم لبعض وما يحرمناش منها. مدام بيلا انا اعرف مدير المستشفى كويس. ما تيجي نروح له عشان نطمن على ادم. اه قوي قوي تحت امرك. اتفضل. اتفضل يا سيدي. عن اذنك. عن اذنك. على فكره انا شفتها وهي خارجه من عندك. هي حصلت تجيلك لغايه هنا كمان؟ اظن بابا لما حكى لك عنها قال لك انها تعرف ماما من زمان. يعني انت عايز تقولي ان مامتك هي اللي كلمتها؟ مامتك هي اللي قالت لها تعالي تطمني على ابني اللي متجوز واحده تانيه؟ معلش يا نوح ممكن بلاش نتكلم في الموضوع ده دلوقتي. وعلى الله بس ما تكونش هي السبب في اللي حصل لك ده كمان. كنت فين؟ كنت عند آدم في المستشفى. هي اللي قالت لك تروح له؟ أيوه. قالوا لها في البيت إنه هيبقى كويس بس طلبت مني إن أروح بنفسي أطمنها. يعني خلاص بقيت أنت عينيها اللي بتشوف بيها؟ يعني مش هتصدق أهلها وهتصدقك أنت؟ أيوه يا ماما، أصل أنا عودتها على كده من ساعة ما عرفنا بعض. شريف أنا خايفة عليك من البنت دي. وانت شايف انها تخوف يا ماما؟ علاقتكم هي اللي تخوف، علاقة ما فيهاش أي تكافؤ. يعني هي لازم تحب واحد كفيف عشان يبقى علاقتها فيها تكافؤ؟ معرفش بقى، بس أنت أكيد تستاهل واحدة تانية. يا أخي ده أنت من ساعة ما عرفتها وأنت متغير خالص. فعلاً متغير للأحسن، بس أنت اللي مش واخدة بالك. ما سألتيش نفسك أنا ليه جيت وقفت جنبك قدام عدنان وسبت بابا ونهوى وجيت قعدت معاكي هنا؟ ما حسيتيش إن أنا من ساعتها أنا بقيت مركز في شغلي وفي حياتي كلها يا ماما؟ يا ماما أنا أول مرة في حياتي أحس إن أنا قريب من ربنا كده. كل ده بقى علشان خاطر الست ايمان؟ يا ماما ايمان صلحتني على الدنيا اللي انا كنت خلاص كرهتها. اول مره الاقي نفسي اللي كنت بدور عليها. انا مش هتحال عليكي عشان توافقي، بس لو بتعزيني بجد بلاش تجيبي سيرتها قدامي بحاجه وحشه. استغفر الله العظيم يا رب. ها ايه رايك في الشقه؟ حلوه قوي. انا كنت متاكد انها هتعجبك. طب هي بكام في الشهر؟ لا ما هو ادم هيتحاسب مع السمسار. ايوه بس انا اللي هسكن هنا مش ادم. يا ستي خلاص يبقى انت تحاسبي مع ادم هو اللي قايله اجيبها لك. طب انا ممكن انقل هنا من امتى؟ من امبارح لو عايزه بس خدي بالك يعني الشقه دي عزانها كتير والسمسار بتاعنا ما يعرفش ابوه. طب هو المكان هنا امان؟ بس بصراحه هتبقى اول مره اسكن لوحدي. ما تخافيش انا ساكن معاكي في نفس العماره. بس انا مش عايزه اي حد يعرف ولا انا خصوصا مدحت بيه ده لو عارف هيرفدني من الشركه بيتلكك لي على اي حاجه. يلا بينا ولا عايزه تبص على حاجه تانيه؟ لا خلاص يلا بينا. فرحت قوي لما قلت لي انك عايزه تشوفيني بره المطعم. أنا عندي مشكلة ومحدش غيرك هيعرف يقف جنبي. خير يا جميلة. عايزاك تقنع عمي يوافق إني أسيب البيت. تسيب البيت ليه؟ يا ريتني أقدر أقول لك. لا، أنا أكتر واحد في الدنيا دي حافظ على سرك، بس أنتِ قولي. خالد ابن عمي مش عايز يسيبني في حالي. يعني إيه مش فاهم؟ افتكرتك هتفهم لوحدك.
قصدك؟ طب وانت ساكته له ليه؟ ما تقولي لابوه. حتى لو عرف مش هتفرق، وبرضه مش هيعرف يحوشه عني. بس ازاي هتعيشي لوحدك؟ على فكره انا مش صغيره. ايوه بس انت بنت، يعني وعادك لوحدك في شقه خطر عليكي. اكيد مش اخطر من وعادي في بيت عمي بعد كل اللي حصل. بس هقول ايه لمحمود؟ انا مش عارف. مش عارف، بس هو بيسمع كلامك، وانا كان ممكن اهرب منه لو ما كنتش باقي على شغلي في المطعم. انت لقيتي مكان؟ ايوه. فين؟ معلش مش هينفع اقول لك دلوقتي. انت خايفه مني؟ لا انا مش عايزه ورطك في مشاكلي، ومش عايزه عمي يوصل لي عن طريقك. ماشي، ممكن اعرف هو ادم هو اللي جاب لك المكان؟ ماشي، هي مهمه صعبه، بس انا وعدك ان انا هقنع عمك انك تسيب البيت وتمشي. مش عارف ازاي بس هحاول. الحمد لله بالسلامة. الله يسلمك. جيت في وقتك، بكرة أول عرض ليا في الأوبرا بعد ما رجعت الفيلم. ألف مبروك يا حبيبتي، كان نفسي أنا اللي أوصلك للأوبرا. شريف هيجي ياخدنا بالليل ويرجعنا بعربيته. أنتوا مين؟ أنا وأنت وعزة. عايزانا نروح الأوبرا بالعكاز؟ يا سيدي ما تخافش، ما أنا كده كده مش شايفك. أنت دلوقتي شايفاني أكتر من الأول. عشان كده يا أدم حاسة إن اللي حصل ده ممكن يكون بسبب جميل. ليه بتقولي كده؟ عشان أنت ما رضيتش تشهد ضد حد في التحقيق. جايز يكون الكلام اللي بتقوليه ده صحيح، بس أنا بعد ما خرجت من المستشفى قلت مش هسيب جميلة خالص. بعد كل اللي جرالك يا أدم. اللي هيجرالها هي أكتر بكتير قوي لو أنا سبتها. اوعى تقولي انك جاي النهارده بالصدفة. لا، أنا باجي كل يوم وأنت ما بتجيش. طب افرض ما كنتش جيت النهارده؟ كنت جيت لحد ما تظهري. كل ده علشان تاخد اللوحة بتاعتك قبل ما تسافر؟ دينا مش أنا قلت لك إن أنا أول مرة حد يرسمني؟ عايز توريها لمين في أمريكا؟ لو عندي حد هناك كنت استنيتك هنا. إيه؟ مش مصدقاني؟ مش هتفرق كتير، كده كده هتمشي على آخر الشهر. آه قولي لي إن خايفة تتعلقي بيا وتحبيني وفي الآخر أمشي وأسيبك. إيه يا عم جامد، أنت اتكلم على قدك. خليني أخلص البورتري اللي في إيدي. آه صحيح، هو مين عصام ده اللي اتخانق معاكي عشان كنتي قاعدة معايا؟ مالكش دعوة. جاوب على الإجابة الصحيحة، خطيبك، عشيقك، حبيبك. تقدر تقول كده حد بيحبني. طب وأنتي؟ بحاول احبه بطريقتي بس مش عارفه. لو كده يبقى ما بتحبيهوش. انا بس خايفه عليه مني. انت عارفه ان اختي نفسها ان انا اتجوز حد من مصر؟ امتى؟ اذا كنت بتيجي مره كل سنتين. لا على فكره لو عشانك انا ممكن امد الاجازه المره دي. ايه وانا قلت نكته ولا ايه؟ عايز تتجوزني في شهر واسبوعين؟ لا خلينا رياليستك، المره دي خطوبه بس والمره الجايه جواز. طب ما تاخدني دليفري احسن، ولا هو الجواز عندكم كده في امريكا؟ طب ايه رايك تيجي معايا امريكا وتشوفي الجواز عامل ازاي هناك؟ كويسه قوي. بس يا ساره بس بجد لولاكم ما كنتش هعرف اعمل اي حاجه. مساء الخير. مساء النور. مبروك. الله يبارك فيك. طب اسيبك انا. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك عليك انت. انت السبب ان انا اجي هنا اول مره بعد. بعد ايه؟ خلاص من هنا ورايح مش تبقى اخر مره. انا مبسوطه قوي يا شريف.
انا كاني كنت شايفه الناس في الصاله وهي بتسقف. ايوه ما هو عشان ما كانوش بيسقفوا غير ليك انت بس. بس ممكن توعدني ان كل مره اجي هنا تكون معايا؟ وعديني انت الاول ان انا هكون معاكي على طول. ادم ما كنتش هفهم حاجة، ما كنتش هعرف ايه اللي خلى ادم يتغير معايا كده ويبعد عني. هي دي البنت اللي احنا قابلناها في المستشفى؟ ايوه هي. وبعد ما عرفت انه متجوزك وبعد ما هو عرف انك واجهتيها لسه بتقابله؟ اكيد لسه بتقابله، واكيد بتفكر ازاي تاخده مني وتخليه يطلقني. دي اخر حاجه قالها لك قبل ما يدخل المستشفى؟ ده اللي انا فهمته لوحدي من غير ما يتكلم، وترددت كتير قوي قبل ما احكي له. احنا اتخدعنا في ادم ده، انا كنت فاكره راجل وهيتحمل مسؤوليه. البنت دي مش سهله خالص يا بابا، لعبت له على وتر الذكريات والحب القديم، استغلت كل نقط ضعفها وحولتها قوة، فقرها ويتمها ووحدتها، خلطة غريبة تأثر بيها على أي واحد في تركيبة آدم. أنت لسه بتدافع عنه بعد كل اللي عمله ده؟ عشان أنا عارفة إنه ما عملش كده في ظروف طبيعية، وما عملش كده بإرادته. لو أي أم ابنها غلط هتعاقبه، بس أكيد مش هتسيبه لواحدة تانية تتبني. قد كده بتحبيه؟ أيوة بحبه ومش هستسلم واسيبه لها. أنكل مدحت قال لي إني لازم أحارب عشان أحافظ على أيه، وحضرتك بابي أكتر واحد ممكن يساعدني في الحرب دي. إيمان في الأوبرا، أول يوم تنزل الشغل النهارده. مبروك. ميرسي. على إذنكم. على فين؟ إحنا لسه ما عندناش. أنا مش هقعد معاك طول ما أنت اللي زعل بنتي، ومش هسمح لك تزعل أكتر من كده. فهمي. أنا آسف يا فهمي. المرة الجاية إن شاء الله تيجي ومعاك نوى، ومش هنتكلم في حاجة وحشة. أنا ما عنديش أغلى من نوى مدحت، ما عنديش أي كلام تاني غير قلته لك. على إذنك. مع السلامة. وبعدين في الفضايح دي يا ادم، طبعا انت عارف حماد كان جاي ليه؟ نهى قالت له على كل حاجه، وقالت له انك تعرف واحده تانيه. شوف انت لو مكانه حد يعمل ايه؟ جرى ايه يا مدحت؟ مش وقت الكلام ده. امال وقته امتى؟ لما يطلع مراته؟ اشتغل ازاي انا مع فهمي بعد كده؟ اعمل مشروع مع فهمي ازاي وابني هيطلع بنته؟ والله انا ما كنتش اعرف ان جوازي جزء من المشروع. اخرس! اسكت خالص يا ادم! انت جاي تغلطني بعد كل اللي عملته؟ انا ما كنتش ضربتك على ايدك عشان تتجوزها. اسمع يا ادم، انا مش هسيبك في لحظه تهد اللي انا عملته في سنين. انا لو خسرت فهمي مش هيبقى عندي اي مشروع، ده مشروع عمري. والله اعلم اخوه هيعمل فيا ايه. اخوه اللي يبقى سياده الوزير. عايز تنفذ اللي في دماغك يا ادم نفذه، بس هتخسرني.
انا خليتك نائب مدير الشركه في وقت اي حد في مكانك يحتاج عمر عشان ينفذه. اللي انت بتعمله ده هيخليك تبتدي حياتك العمليه من اول وجديد بس من غيري. وريني بقى شطارتك واسمع اللي هقوله لك كويس. مراتك وبيتك وشغلك ومستقبلك في كفه، والبنت اللي اسمها جميله دي في كفه. انت ايه يا اخي؟ ما بتفكرش غير في نفسك وبس. انت بتتكلم مع عيل صغير اللي قدامك ده راجل، ومشكلته عمرها ما تيجي بالتهديد ولا بالشغيط. اسكتي يا بيلا، المشكله بقت مشكلتي انا، مش هخلي بنت صاحبتك تهدني انا وابني واقف اتفرج. اتفضل. اهلا اهلا اهلا. الحمد لله بالسلام. ازيك يا جميل؟ الحمد لله. اتفضلي استريحي. هو انا هعطل حضرتك؟ لا لا خالص، ده انا اللي طلبت اشوفك وهي العياده فضيت وهنتكلم براحتنا. على فكره انا فاكره حضرتك كويس، بابا كان بيتكلم عنك كتير. كان بيتكلم عليكي اكتر، ما كانش له سيره غير انتي ووالدتك الله يرحمها. انت خلصت جامعه مش كده؟ لا لسه. لسه ليه؟ حسب ما انا عارف انت دلوقتي عديت 22 سنه. ايوه، ما انا درست في كليه تجاره لحد سنه تانية، وللاسف تعطلت شويه في السكه، بس ناوي اخد البكالوريوس ان شاء الله. وتعطلت في السكه ليه؟ اصل عمي محمود هو اللي طول عمره بيصرف على علامي، بس للاسف كده ساعات كان بيحصل له شويه ازمات ماديه. هو اللي مفهمك كده؟ مفهمني ايه؟ فهمك ان هو اللي بيصرف على علامك؟ ايوه، شويه هو وشويه جدي. ليه هو؟ حضرتك تعرف حاجه غير كده؟ اعرف، اعرف ان عامر الله يرحمه كان فايت لك فلوس كتير تكفي تعليمك لغايه لما تخلصي جامعه. مين قال لك كده؟ عامر نفسه رفض يتعالج بره عشان يوفر لك الفلوس دي بعد ما يموت، وقال لي ان محمود عمك هيبقى الوصي الشرعي عليكي لان جدك كان تعبان. يعني بابا كان سايب لي ورث وعمي كان الوصي عليه؟ انا بنفسي مسلم عمك الوصيه دي بعد وفاه عامر الله يرحمه. يبقى كده عمي اخد فلوسي وانا معرفش. انا مش عايزين نظلم حد. استنى لما نتاكد. ماشي يا ماما، مش هينفع في البيت بعد اللي بابا قاله دلوقتي. انت اتجننت؟ عايز تسيب البيت؟ عشان أول مرة أحس إنه مش بيتي. أول مرة بابا يهددني بيقعدي فيه. يا ابني لأن اتفاجئ بفهمي حسان بيهدده بحاجات أكبر بكتير. لو قعدي في البيت ده معناه إني أسيب جميلة، فأنا مش هسيبها ومش هقعد. ما فكرتش فيا أنا وإخواتك؟ ما فكرتش إحنا محتاجينك قد إيه؟ ما فكرتش أنت بالنسبة لي إيه؟ أنت بالنسبة لي ابن وأب وأخ وكل حاجة في الدنيا. ابن وأب وأخ ليك أنت وإخواتي. لكن مفتاح في مدينة بابا. لو عصلك هو بيفتح الباب يخلعه ويرميه في ثانيه. يا ابني انت لو سبت البيت ده مش هيبقى له معنى من غيرك. انا اللي حياتي مش هيبقى لها طعم لو قعدت في البيت ده تاني. طب فهمني، ريح قلبي، قول لي رايح فين؟ لحد دلوقتي مش عارف. ادم يا ابني. ادم سيبني. هتسيبني تمشي يا ادم؟ غصب عني يا ابني. مش هتقدر، مش هتقدر تسيبنا وتمشي يا ادم. مش هسيبكم حتى بعد ما امشي. بربيه يا بيلا، بحاول احميه من الخطر اللي كان حيرمي نفسه فيه. خطر ايه اللي انت بتتكلم عنه؟ مفيش اخطر من اللي انت عملته معاه النهارده. انت للدرجه دي مش همك مصلحه ابنك؟ ها؟
انا برضه اللي مش هاممني مصلحته، ولا انت اللي ما بتفكرش غير في مصلحتك انت وبس؟ طبعا خفت على شغلك مع فهمي حسان، خفت تخسره، والنتيجه كانت ايه؟ انك خسرت ابنك الوحيد. ولا خسرته ولا حاجه. انت فاهمه يعني ان ادم هيضحي بمركز نائب مدير الشركه اللي انا عينته فيه ويروح يشتغل مهندس مبتدئ ب 2000 جنيه في الشهر، وبين هيلاقي فين مكان احسن من البيت ده يعيش فيه؟ اطمن يا سعاده البيت، ادم ساب لك البيت اللي انت بتتكلم عنه. ما قدرش يستحمل تهديدك ليه؟ حس فجاه ان ملوش قيمه عندك بعد ما كان كل حاجه في حياتك. ساب لك البيت يا مدحت عشان يثبتك انه يقدر يعيش من غيرك، وانه كمان يقدر ياخد قراره بارادته بعيد عن احلامك وطموحاتك اللي عمرها ما هتنتهي ومش هتنتهي، واللي انت السبب فيها، انت اللي كتفته بيها وغرقته فيها. عرف ان عامر الله يرحمه كان فايت لك فلوس كتير تكفي تعليمك لغايه لما تخلصي جامعه. رفض يتعالج بره عشان يوفر لك الفلوس دي بعد ما يموت، وقال لي ان محمود عمك هيبقى الوصي الشرع عليكي لان جدك كان تعبان. انا بنفسي مسلم عمك الوصيه دي بعد وفاه عامر الله يرحمه. مش هقول لبابا انك رجعتي متاخر. طب مش عايزه تعرفي انا كنت فين؟ انا ما كنتش مع حسام. تصبح على خير. كنت نايم ولا ايه؟ الصوت ده مش غريب عليا، عارفك يا عم. افتح النور بقى ما تقرفنيش. ادم في حد بينام من دلوقتي يا عصام؟ ايه ده؟ اعمل ايه؟ ما ابوك هو اللي بيجيبني الشغل الساعة 8 الصبح، ما تقولش بقى لبن. ايه ده؟ شنطة هدومك دي انا بتهيألي. لا ما بيتهيألكش. اجي اقعد معاك يومين ثلاثة كده. يعني تسيب الفيلا وتيجي تقعد معايا هنا؟ كنت بتلعب شايب وحكم عليك بالمرمطة؟ والنبي يا عصام مش فايق لهزارك دلوقتي. طب انا مش فاهم انت ليه غاوي فقر يعني؟ اتخانقت مع بابا. نهى قالت لابوها على موضوع جميله، وابوها جه عندنا في البيت وتقريبا كده هدد بابا بشغلهم مع بعض. الحكايه باين عليها عكت قوي. مش عارف انا نهى ازاي تعمل حاجه زي كده. بص بصراحه انا لو مكانها كنت عملت اكتر من كده. ايه كلمه الحق بتزعل؟ نهى بتحبك وخايف عليك، فعشان كده ما لقيتش غير ابوها ولجأت له. انا بقى عصام مش عايزك تفسر لي وتحلل لي الموضوع. انا فيا اللي مكفيني. اهم حاجه بابا ما يعرفش اني قاعد عندك هنا. ما انت عارف ابوك، لو شك فيا وعرف ان انت مستخبي عندي هيرفدني من الشركه. طب ما يرفدك، ايه المشكله؟ مش انا اللي معينك؟ انت تذلني يا ادم. ودينا اوعى تجيب سيره لدينا ان قاعد عندك عصام. لا دينا اصلا مش طايقاني اليومين دول. اسمع لي، يلا انا هعمل معاك باصلي واقعدك معايا لغايه لما القصه دي تنتهي. تشرب شاي؟ تشرب شاي.